بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9086. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، المعلم الجليل المؤيد بجبريل، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لعميد هذه الكلية وللأساتذة الكرام ولكم أيها الحضور. نعم، عنوان هذه المحاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. وإذا كان الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام فإنه حديث جميل، وإذا كان المجلس معه فإنه مجلس أنس وبركة. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا. لكن نأخذ جانبا واحدا من حياته العظيمة عليه الصلاة والسلام، جانب الطفل، كيف ربى الطفل، كيف حنى على الطفل، كيف غرس في الطفل الإيمان. يا طفل غرد في تبسم أحمد وابسم ضياء جبينه المتلالي، واسعد برؤية خير من وطئ الثرى، راعي اليتامى قائد الأبطال. يا طفل في قلب الرسول مكانة لك قد حباها سيد الأجيال، دين حوى نهج التكامل والوفا للشيب والفتيات والأطفال. وعناصر هذه المحاضرة خمسة: أولها مكانة الطفل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيها تربيته عليه الصلاة والسلام للأطفال، ثالثها رحمته بالأطفال عليه الصلاة والسلام، رابعها من أحكام الأطفال، خامسها الأطفال الكبار أهل الاهتمامات العالية السامقة المرتفعة التي غرسها محمد عليه الصلاة والسلام. أما العنصر الأول وهو مكانة الطفل في قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فكان للطفل في قلبه صلى الله عليه وسلم مكانة، وأي مكانة؟ ألبسه عليه الصلاة والسلام حلة التقوى، حنك الأطفال بيده صلى الله عليه وسلم، أرضعهم التوحيد، جعلهم عليه الصلاة والسلام يشرقون على نور لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينشأ الطفل في عهده عليه الصلاة والسلام، وأكبر قضاياه في الحياة أن ينصر دين الله، وأن يرفع كلمة لا إله إلا الله، وأن يسجد جبينه لله. ومما زادني شرفاً وفخراً وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ووجد الطفل في الرسول عليه الصلاة والسلام الكف الحانية والدمعة المؤثرة والبسمة الرقيقة والدعابة الحية. ووجد الطفل في الرسول عليه الصلاة والسلام الأب المربي والشيخ الجليل والمعلم النبيل. فكان أطفال الصحابة
ينهجون نهجه عليه الصلاة والسلام في حركاته وسكناته، إنه مؤثر جد مؤثر. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عجيب أمره عليه الصلاة والسلام، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي. تعال إليه عليه الصلاة والسلام وهو يأمر من الغرسة الأولى بالهدى الإسلامي، ويأمر أن يكون الالتقاء بين الرجل وزوجته على سنته عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم رزق بمولود لم يضره شيطان في تلك الليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أول التقاء بين الرجل وزوجته، والتوحيد يسري في عروق هذه الدعوة وهذه التربية الفذة. ثم يولد الطفل فيعلمه صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا، في ميلاد الطفل عجائب. صح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه قال: ما من مولود إلا وقد نزغه الشيطان إلا عيسى بن مريم عليه السلام. أما ترى الطفل كيف يبكي؟ عجيب بكاء الطفل. كان في بطن ضيق وخرج إلى أرض فسيحة ثم بكى. ولذلك صورها الشعراء، صوروا هذا الموقف المحزن المبكي. يقول ابن كثير في ترجمة زكريا عليه السلام في البداية: وما أحسن قول الأول، ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ما أجمل العبارة! يوم أتت بك أمك تبكي عجبا، وأنت خرجت من الضيق إلى السعة، وأنت خرجت من حياة ضيقة في مفهوم الناس إلى حياة أوسع، إلى الدور وإلى القصور وإلى الماء وإلى الهواء وإلى السناء، لكنك خرجت تبكي. ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، يستبشرون بقدومك وبنزولك غلاما وولدا لأبيك، ويهنئون أباك ويبشرونه. فيقول الأول: فاعمل لنفسك إلى سكرات الموت، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك، فتتحول الحال ويبكون عليك إذا فارقت الحياة. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وقال الثاني، وقد ذكره العلماء: ويكفيك من ضيق الحياة وبؤسها، ويكفيك من ضيق الحياة وبؤسها دليلا بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنه لفي في بطن أم كان بالعيش أسعد. ما له يبكي؟ إن بطن الأم عنده أحسن. يوم نزل إلى دنيا الطاغوت والظلم والبعد عن الله إلا من اهتدى بهدى محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أبو العتاهية: أذان الطفل في الميلاد دوما وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل كما بين الإقامة والصلاة. هل فهم هذا؟ يؤذن في أذن الطفل في السنة، ولكن لا يصلى، أذان بلا صلاة، ويصلى عليه إذا مات صلاة الجنازة ولكن بلا أذان. فالأذان يوم ولد والصلاة أخرت إلى أن مات دليل على أن الفترة قصيرة، وإنها جد قصيرة أدركها من أتت عليه سكرات الموت، فقالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيقول: أذان الطفل في الميلاد دوما وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل كما بين الإقامة والصلاة. يولد الطفل لكن يولد على التوحيد، لا إله إلا الله. ما من طفل في العالم إلا ويولد وفي قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول ما يقع رأسه على الأرض يقع على العقيدة الحية، يقع على الرسالة الخالدة،
يقع موحدا مؤمنا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، لا يولد شيعيا ولا علمانيا ولا ماسونيا ولا يهوديا ولا نصرانيا، ولكن يولد الطفل حنيفا مسلما. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذن فهو مسلم. أول ما يأتي الطفل والطفلة يولدان على هذا الدين الحنيف الذي أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو دين الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا وقع الطفل في الأرض كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في أذنه، والأذان في أذن الطفل حديثه حسن عند أبي داود وغيره. عجيب هذا الأمر، أذن عليه الصلاة والسلام في أذن الحسن ابن بنته صبته عليه الصلاة والسلام، أذن في أذنه، حكم عظيمة. أول ما يقع الطفل يقترب منه عليه الصلاة والسلام فيقول في أذنه النداء الخالد، هذا الذي نعلنه كل يوم 5 مرات من على منائرنا، ما مبادئنا تعلن واضحة جلية جهرا جهارا نهارا من على المئذنة كل يوم 5 مرات، يقول في أذنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هل سمعتم كلاما أجمل من هذا؟ هل سمعتم رسالة وتعليما أروع من هذا؟ قال أهل العلم: إنما أذن عليه الصلاة والسلام في أذنه لمقاصد، منها أن يلهمه الله التوحيد وأن يكون على الفطرة، ومنها أن الأذان إعلان للإسلام، ومنها أن بالأذان يطرد الشيطان. وفي السنة إذا أحسست جناً أن تؤذن فإنهم يهربون من الأذان، كما صح ذلك عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، فكان يؤذن في أذنه. أما الإقامة فحديثها ضعيف، ولكن يكفي الأذان أن يخترق هذه الأذن ليصل إلى القلب فيغرس أشجاراً من الإيمان واليقين والإخلاص. وطفل ينزل من بطن أمه فيتلقى بالأذان طفل سعيد في الحقيقة، وطفل طيب الأعراق وطيب الأصل وطيب المنشأ بإذن الله. خلا طفلاً ينزل على الموسيقى أو يستقبل بالهتاف الماجن أو بالألعوبات السخيفة أو بالهوايات الماجنة التي رمي بها أطفالنا، كان الطفل في عهده عليه الصلاة والسلام يربى على حب العقيدة، على أن يبذل روحه رخيصة في سبيل الله، على أن يشتري جنة عرضها السماوات والأرض بميثاق من الله. فأتت التربية السخيفة فجعلت من الطفل إذا قوبل قال هوايته جمع الطوابع والمراسلة وصيد الحمام. عجباً لهؤلاء الأطفال، ما لهم صدوا عن الفطرة؟ أهكذا تربية أسامة وابن عباس وابن عمر الذين انتطوا صهوة التاريخ ونطقوا من على لسان الزمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كان عليه الصلاة والسلام يحنك الأطفال، والتحنيك أن يأخذ عليه الصلاة والسلام تمراً أو شيئاً من حلى أو نحوه فيدخل إصبعه الشريفة في فم الطفل قبل أن يأكل شيء. كانت المرأة المسلمة إذا أنجبت طفلاً بعثت به إلى معلم الخير في لفائف ليكون أول ما يباشر بطنه ريق محمد عليه الصلاة والسلام، الريق المبارك، الريق الصافي، الريق الطيب الجميل. فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الطفل بحنو وبرحمة فيقربه منه، ثم يأخذ تمرة فيمضغها في فمه الشريف، ثم يعطيها الطفل ويسمي ويدعو الله له بالهداية والصلاح والاستقامة. قال أنس في الصحيح: ولدت أم سليم ابنا لها،
هذا الابن أخ لأنس من أمه، ابن لأبي طلحة، فلما ولدته قالت اذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ أنس الطفل وذهب به إلى معلم الخير، فاستقبله صلى الله عليه وسلم. هل تدرون أين كان الرسول صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة؟ أكان في قصر أو في دار أو في بستان؟ كان يطلي إبل الصدقة، كان يطلي بيده الشريفة إبل الصدقة، أشرف من خلق الله، أروع من صور الله، أفضل من أوجد الله. فسلمه الطفل، فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة فمضغها فأعطاه الطفل، فأخذ الطفل يتلمض التمرة بشغف وحب، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال انظروا لحب الأنصار للتمر. يقول حتى هذا المولود أشبه أباه، والأنصار أهل نخل وأهل تمر، ما يرضى أحدهم إلا أن يستفتح نهاره بسبع تمرات. فأتى هذا الطفل مثل أبيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، الأنصار يحبون التمر، والأنصار يحبون المجد، والأنصار يحبون لا إله إلا الله. الأنصار قتل منهم يا أيها الأحباب في المعارك 80%. الأنصار قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله. فهذا الابن أحب التمر كما أحبه أهله وذووه من قبل، فجعلها عليه الصلاة والسلام دعابة وأرسلها للتاريخ فكاهة. ثم إذا حنكه عليه الصلاة والسلام برك عليه ودعا، ثم رده في لفائفه لأمه، فكانت هذه ساعة الميلاد التي هي من أحسن ساعات هذا الطفل في الحياة، أن يلتقي بمعلم الخير وأن يمس بيده على قلب الطفل أو على جسده. قال سعد بن أبي وقاص زارني محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، فوضع يده علي فوالله ما لا أزال أجد برد يده إلى الآن بعد 30 سنة. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. أيها المسلمون، وكان عليه الصلاة والسلام يسمي الأطفال، لكنه كان يختار أسماء شرعية إسلامية تقود الطفل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان يقول كما في الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. وكان يقول في الصحيح أصدق الأسماء همام وحارث. قال ابن تيمية إنما قال همام لأن الإنسان يهم بقلبه، والحارث دائما يزاول بحركته، فجمع بين الاسمين عليه الصلاة والسلام. العرب كانت تحب الأسماء القوية اللاذعة، ولذلك يسمون أبناءهم بأسماء الأسود. أما رأيت إلى اسم حمزة، ألا تدري ما هو اسم حمزة؟ اسم أسد. حمزة ابن عبد المطلب اسمه هذا اسم أسد، ولذلك كان حمزة أسد، وللاسم دور في المسمى. وكان يسمى علي حيدرة، كانت أمه تلاعبه علي بن أبي طالب وهو طفل، فيقع على رأسه في الأرض، فيقع على جمجمته فلا يبكي، لأنه نشا على البطولة من صغره، نشا محنكا على الصراع، نشا قائدا عسكريا منذ أول ليلة. فكان إذا وقع تقول نفسي فديت حيدرة كليث غابات كليه المنظرة. وكان يقوله في المعركة، خرج له مرحب يوم خيبر قائد الكفار من يهود خيبر، خرج مرحب وبيده سيف، وهو يقول من يبارز من يبارز، أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال عليه الصلاة والسلام أخرج يا علي، ليس مرحب علي، أبو الحسن من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فخرج، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. ثم ذبحه كذبح الدجاجة. كان العرب يحبون صخرة،
ولد لعلي كما صح في الحديث ولده الحسن فسماه صخر، فسماه عليه الصلاة والسلام حسنا، وولد له الحسين فسماه صخرة فسماه حسين، وولد له محسن فسماه صخرة فسماه عليه الصلاة والسلام محسنا. العرب أمة شجاعة، حرب، صخر، أمية، حيدرة، حمزة ونحو ذلك، ولكن أتت التربية فيما بعد فسموا الولد دلال، فاختلط الولد بالابن فما يدرى هل هو ابن أو بنت، فأصبح دليلا مدللا في كلامه وخطواته، متكسرا في ألفاظه ولحظاته وسكناته وحركاته، أو سموه اسما لا طائل من ورائه صنيهيت، لا فعل ماضي ولا مضارع ولا اسم ولا حرف، وشليويح، وسموه اسما آخر جورج، وجورج اسم وثني مجرم يسمى به أعداء الله، أو بورش أو بوش أو قربة شوف أو ما سار في مسارهم، أو اسم لا معنى له لا في العربية ولا في الإنجليزية ولا في الفرنسية، مثل النو، رجل يقول أحد الدعاء سمى ابنه النو، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ما معنى النو، وهل هي حرف أو اسم أو أسماء تغضب المولى سبحانه وتعالى، كعبد الكعبة وعبد الشمس وعبد النبي، وهذا تعبيد لغير الله عز وجل. تكاثرت الظباء على خرأس فما يدري خرأس ما يصيده، الاسم في منهجه عليه الصلاة والسلام يكون معبدا لله، وأخنع الأسماء يوم القيامة رجلا تسمى بملك الملوك لا ملك إلا الله، مثل شاهن شاه أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين أو قاضي القضاة أو نحو ذلك، وتفصيل هذا في مكان آخر. وسمى عليه الصلاة والسلام بأسماء الأنبياء، أتاه إبراهيم فسماه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وكان بينه وبين إبراهيم خيط من النور، وكان أشبه الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وسمى ابن أبي موسى الأشعري إبراهيم، وسمى ابن المنذر، وكان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام، غير اسم غاوي إلى راشد، وظالم إلى مقصد، وغير عاصية إلى جميلة، وغير اسم برة إلى زينب قال تزكي نفسها، ونهى عن تسمية يسار كما في سنن أبي داود بسند صحيح، ونجيح ورباح، لأنه يقال أثم هو أثم رباح فيقولون لا، وأثم نجيح فيقولون لا، وثم يسار فيقولون لا. هذه التسمية في معالم هي عليه الصلاة والسلام، وهي من حقوق الطفل على أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام أن تحسن أدبه وأن تحسن اسمه، فإنا ندعى يوم القيامة بأسمائنا وأسماء أبناء آبائنا. ولذلك كان ينبغي على المسلمين أن يتكنوا بالكنى الجميلة التي كان يكني بها محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه، كان يقول يا أبا بكر، يا أبا حفص، يا أبا الحسن، والكنية أمرها عجيب. قال الشاعر اليمني أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. الكنية الحقة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. ومن السنة للطفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بحلق رأسه تفاؤلا بأن يزيل الله أو أن ينشئه الله على توحيد صاف، وأن يكون خال من الذنوب ويكون خال من الخطايا، فإن الحالق في النسك إذا حج واعتمر قالوا تفاؤلا بأن يزيل الله شعره أو خطاياه كما أزال شعره، كذلك المولود وينشأ نشأة جديدة ويكون طاهرا مزكا، ويتصدق بوزنه ورقا للمساكين، وهذه حكمة عظيمة ربما أدركناها أو لم ندركها، لينشأ على طاعة، ولينشأ متصدقا، ولينشأ مزكا، ولينشأ على سنة. وأمر عليه الصلاة والسلام بالعقيقة عن الغلام كما في الصحيح شاتان، وعن الجارية شاة واحدة. وكان يكره عليه الصلاة والسلام العقوق، وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. فمن السنة أن تذبح شاتين اثنتين مكافئتين إذا ولد لك مولود ذكر،
وأما الأنثى فشاة واحدة، حكمة بالغة ومقصد نبيل، لاستبشارا بهذا المولود، ولينشأ على بر وصدقة، ولتطعم جيرانك وإخوانك، استبشارا بنعمة الله، فإن الولد الصالح من أعظم النعم. قال زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فرزقه الله ذرية، والولد الصالح حياة، والولد الصالح أثر، والولد الصالح اتصال لك بالنور وخلود، والولد الصالح يدعو لك بعد الممات فيزيد في عملك الصالح صلاحا، وفي خيرك خيرا، وفي برك برا، والولد الصالح يدركك في الشيخوخة فيقيم من عضدك ويقوي من ساعدك ويكون لك نعم الأثر، والولد الصالح جناح. قال البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد: باب من طلب الولد للجهاد. ثم أتى بقصة سليمان الحبيب عليه السلام، قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 60، وفي لفظ على 70، كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله. لكنه ما قال إن شاء الله، نسي، فما ولدت إلا امرأة نصف ولد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يريد أن يكون في سبيل الله. والولد الصالح هو من أحسن ما يكون، إذا ولد على الفطرة وأنشي نشأة طيبة فكان من شكر المنعم سبحانه وتعالى أن تعق له عقيقة، وأن تطعم جيرانك وإخوانك وأحبابك، وأن تستبشر بهذا الفتح العظيم الذي رزقك الله إياه. العقم نقص، ولكن العقيم كل العقيم من عقم عن العمل الصالح وأفلس في التقوى. كان عليه الصلاة والسلام يداعب الأطفال بعد أن ينشأوا في سن المداعبة ويفهموا الكلام ويفهموا البسمة الحانية والفكاهة، كان يداعبهم عليه الصلاة والسلام. عجبا، الفيا في حال مات بالمنى تتلقاك بتصفيق مثير، أنت للطفل أب في مهده، عجبا من قلبك الفذ الكبير. أوسع قلبك الكبير للأطفال؟ أوسع قلبك للجواري أن يحملهن ويداعب الأطفال ويمازح الأطفال؟ إنه الخلود والله والعظمة، لك من جانب الطفل أن تتحدث عن عظمتي عليه الصلاة والسلام في الحياة، كيف كان عظيما. في سنن النسائي عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، فتأخر عليه الصلاة والسلام في السجود سجدة واحدة تأخر. أتدرون ما السبب؟ أتى الحسن بن علي ابن بنته، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا فارتحله، صعد على ظهره. انظر إلى المنظر، رسول البشرية يسجد في الأرض عليه الصلاة والسلام فيرتحله طفل، فيمكث عليه الصلاة والسلام ولا يقوم من السجود. وبعد أن نزل الحسن قام عليه الصلاة والسلام وصلى وسلم واعتذر من الناس، وقال: يا أيها الناس، لعلي تأخرت عليكم في السجود، إن ابني هذا ارتحلني وأنا في الصلاة، فخشيت أن أرفع من السجود فأن أؤذيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه النسائي بسند صحيح. فهل وجدتم رحمة كهذا وحسن تعامل كهذا التعامل؟ طفل يرى الرسول عليه الصلاة والسلام ساجدا فيأتي ويرتحله ويصعد على ظهره والناس في السجود فلا يؤذيه ولا ينتهره ولا يزجره، كيف لا يحبه الأطفال؟ إن بعض الأطفال اليوم إذا رأوا بعض الناس يخافون ويصيبهم الهلع والفزع، بعض الآباء ما يقبل أطفاله، وبعضهم إذا انتهر أطفاله أغمي على أحدهم، وإذا دخل أبوه عليه في البيت قال لسان حاله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فتعال إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وتعال إلى دعابته وإلى سهولته وإلى يسره. وفي الصحيحين أن غلاما أخا لأنس اسمه أبو عمير كان له نغر يلعب به، مثل الطائر، طائر اسمه نغر يلعب به في البيت. هذا الطفل صغير، عقله صغير، رأس ماله هذا النغر الصغير الطائر، فكان يأخذ النغر بخيط ويلعب به، فمات النغر، مات الطائر، الله المستعان، كل من عليها فان. فذهب هذا الطفل فأخبر أخاه أنس كبير وقال: مات نغري. فذهب أنس فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أخي أبو عمير مات طائره.
وهل في حياة محمد عليه الصلاة والسلام اتساع لأن يعز الأطفال في طيورهم؟ نعم، في حياته اتساع. إنه لم يعرف الفراغ، إنه المجاهد الأول، إنه الرائد الأول، إنه الزعيم الأول. فماذا فعل العلماء مع علمه؟ وماذا فعل الزعماء مع زعامته؟ وماذا فعل الاقتصاديون مع اقتصاده؟ وماذا فعل المجاهدون مع جهاده؟ ومع ذلك يصل ويذهب بنفسه الشريفة إلى أبي عمير ويقول، وحديث في الصحيحين: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول: أحسن الله عزاءك في هذه المصيبة. فالطفل يشارك، ويشارك الطفل الأحزان ويعيش معه ساعة الأسى. ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. قال الزنادقة: أهل الحديث لا يفهمون شيئا، يروون أحاديث لا معاني لها. قال الشافعي: مثل ماذا يا أعداء الله؟ قال: مثل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ليس فيه فائدة. ما هي الأحكام ترونها في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وأبي داود أحمد والطبراني، وليس فيها فائدة. قال الشافعي: قاتلكم الله في هذا الحديث 60 فائدة، ثم سردها وعودوا إلى فتح الباري لابن حجر. ذكر منها ابن حجر 20 فائدة، منها تكنية الصغير وتكنية من لا ولد له، وتصغير الاسم للتحبب، وملاعبة الأطفال والأنس مع الطفل، وزيارة الطفل في بيت أهله للمصلحة. ومنها أن وقت المباح إذا كان لغرض شرعي صحيح فإنه يؤجر عليه العبد. ومنها أخذ الطفل للطائر وحبس الطيور في البيوت لملاعبة الأطفال ولا بأس بها. ومنها ربط الخيط في رجل الطائر وأنه ليس من التعذيب. وعد واحسب، وهذا ليس مجال بحثنا. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدرة والياقوت متصلة؟ أتته طفلة صغيرة اسمها أم خالد، كان يكني الطفلات. يقولون في الصحيحين: كانت تأخذه الجارية فتطوف به في سكك المدينة. سهل ميسر، خلقه الله عليه سبحانه وتعالى ليكون قدوة للناس. فأتت أم خالد فوجد عليها ثياب متمزقة عليه الصلاة والسلام وهي طفلة، فألبسها لباسا ثم قال: سنة 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 سنة. هذا في البخاري في الصحيح. قالوا: سنة سنة بلغة الحبشة، لأنها عاشت مع أمها مع أهل الهجرة الأولى في الحبشة، فكانت هذه الطفلة تعرف كلمة حسنة سنة، فقال: سنة سنة. يقول: حسنة هذه القميص، حسنة حسن هذا الثوب بلغتها. فاستأنست الطفلة وما نسيت هذه الكلمة. أتظن أن دعابة منه عليه الصلاة والسلام سهلة؟ أتظن أن بسمة منه يجود بها لإنسان سهل؟ لا والله، بعض الناس اليوم يحفظ كلمة من بعض الزعماء أو السلاطين، يقول: كلمني وقال لي مباشرة. فكيف لو كلمك محمد عليه الصلاة والسلام؟ وعند أحمد بسند حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام صف عبد الله وعبيد الله وكثير أبناء العباس أبناء عمه، وهم 3 صغار، بين كل واحد والثاني سنة. عبد الله وعبيد الله وكثير صفهم أمامه عليه الصلاة والسلام أطفال. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وقال: من يسبق إلي فله كذا وكذا، عند أحمد في المسند بسند حسن. فأخذوا يتسابقون، فسبق أحدهم فأعطاه جائزة. سبحان الله، ربما قال قائل: لو قلنا له افعل هذا مع أطفالك، قال: وقتي ضيق، وما وقتك إلا ضيق بالترهات. ولو عرفت معاني التربية ومعاني الخلود في سيرتي عليه الصلاة والسلام لأعطيت هذه الساعة الثمينة. إن معنى المسابقة هذا معناه مقصد ليغرس التوحيد في قلوبهم والإيمان والتربية الحسنة. وبمثل هذه الوسائل استطاع عليه الصلاة والسلام أن يصلح أمة الصحراء، أمة لا تعرف إلا الضب والجعلان، حتى جعلها أمة ربانية تتكلم بالوحي وتنشد على منائل الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن أنس، وهذا في صحيح مسلم، قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. قال: فأرسلني في حاجة فقلت: والله لا أذهب. هذا في صحيح مسلم. يقول أنس: والله لا أذهب. يقول صلى الله عليه وسلم: سر إلى آل فلان. قال: والله لا أذهب. أنس طفل صغير في العاشرة وفي نحوها.
ويأتي من ملابسات القضية ومن الغضب ومن الجوع كلمات تبدر من كثير من الناس مهما كان العظيم الذي معهم. قال فسكت عليه الصلاة والسلام ثم مر بي وأنا ألعب مع الأطفال فأخذ بأذني يضاحكني وقال أما ذهبت يا أنس؟ قلت أذهب إن شاء الله فذهب. قال أنس في الحديث والله لقد خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات ما قال لي في أمر فعلته لما فعلته ولا في أمر لم أفعله لما لم تفعله، وكان يقول لو فعلت كذا وكذا. أنس خادم للرسول عليه الصلاة والسلام، أنس حر من الأنصار. يوم هاجر عليه الصلاة والسلام أتت أمه أم سليم فلبسته وطيبته وقالت يا رسول الله أنس أحب الناس إلى قلبي، هو هدية يخدمك أنس، ادعو الله له يا رسول الله. قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فطال عمر أنس حتى قارب 100 وقيل نيف على 100 وهو من أواخر الصحابة موتا، ورزقه الله البنين حتى يقول في ترجمته دفنت من صلبي يوم قدم الحجاج الكوفة ما يقارب 100 نفس من أولاده وأولاد بناته وأولاد أولاد بناته، وكان كثير المال وهو مغفور الذنب إن شاء الله عند الله. كان عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن والحسين على عاتقه، وهذا الحديث عند أبي يعلى بسند الحسن، فرآه عمر والحسن هنا والحسين هنا فقال عمر نعم الفارس فارسكما، نعم هذا الفارس الذي يحملكم، وفي بعض الروايات يقول الفرس ولكن الصحيح الفارس، ضبطها أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام ونعم الفارسان هما، أن عند الحسن وأن عند الحسين، لكن جدهم صلى الله عليه وسلم هو العظيم، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. وكانت فاطمة بنت قيس تأتيه عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فيأخذ طفلها من يديها ويجلسه ليسمع السؤال قبل أن يفتي ويجلسه، ومرة أخذ الطفل فبال وقبل أن يأكل الطعام فنضح بوله عليه الصلاة والسلام. أي خلق وأي تواضع وأي سماحة. قال جابر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام فإذا الحسن يلعب مع الصبيان، فمر عليه الصلاة والسلام أمامنا فأسرع إلى الحسن فأخذه بحنكه من هنا وقبله، قال اللهم إني أحبه، اللهم احبب من يحب الحسن، نشهد الله أننا نحب الحسن، نسأل الله أن يحصرنا في زمرة وزمرة جده محمد عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني بسند حسن. وفي الضياء عند الضياء في كتاب المختارة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلاعب بنت ابنه زينب، زينب بنت بإحدى بناته اسمها زينب، وله صلى الله عليه وسلم بنت اسمها زينب، لكن بنت أخرى كان يقول يا زوينب يا زوينب، ويلاعبها ويطارحها ويمازحها عليه الصلاة والسلام يا زوينب يا زوينب. أما العنصر الثاني فتربيته عليه الصلاة والسلام للأطفال. المعلم الأول من تربيته عليه الصلاة والسلام للأطفال أنه رباهم على الإيمان. الأمر الثاني أنه لبى لهم أغراضهم ومقاصدهم الإيمانية المباحة، فلم يحجر عليهم الدعابة، لأن بعض الناس إذا رأى أطفاله يلعبون أو يصيحون أو ينشدون في البيت غضب عليهم وقال يضيعون أوقاتهم. تريد من طفل أن يكون كابن حجر أو يكون كابن تيمية في طفولته؟ لا بد أن يلعب ولا بد أن يضحك ولا بد أن يغرد ولا بد أن ينشد، فاجعل لعبه في حدود الشرع، واجعل نشيده في حدود الأدب، واجعل لعبه في حدود المباح، لكن سيره على منهج التوحيد وخذ بناصره في أوقات الجد، ولكن أعطه مؤهلاته التي لا بد منها، لأن في غرائز حب اللعب والدعابة فأعطاه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحوط الطفل بسياج من الآداب الشرعية عند الولادة، عند التحنيك، عند التسمية، عند العقيقة، عند النوم، عند اليقظة، عند الأكل، عند الشرب، وسوف يأتي هذا. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي هذا فوائد، أولها أن بداية الأمر في السبع،
أمر بلا ضرب، لكن تأمره وتدعوه وتحبذه وتحبب إليه المسجد والصلاة. الأمر الثاني أن بداية التعزير العاشرة، إذا ترك الصلاة في العاشرة فهو دليل على تهاونه، فقد أدرك وقد أبصر وقد عرف، فخذ بالشدة معه إذا خالف أمر الله. الثالث أن تفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا العاشرة، لأن من العلماء من عاد الضمير وفرقوا بينهم إذا وصلوا هذا، ومنهم من قال في السابعة، ومن احتاط في السابعة فهو أحسن. ألا ينام الأطفال ذكورا مع ذكورا، ولا أولادا مع أولاد، وبعضهم يأخذ العموم في الأصناف فيجعله أربعة أقسام، فيقول لا ذكران مع ذكران، ولا بنات مع بنات، ولا أبناء مع بنات، فإن هذا يودي عند النوم بمفاسد نبه عليها الشارع، ومن لم يعتبر بذلك وينتهي عن هذه الفعلة فسوف يقع في محاذير. دنا معه عليه الصلاة والسلام غلام على المائدة، عمر بن أبي سلمة، فلما دنا أخذت يده تطيش في الصحفة، كان صغير، تطيش تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، فقال عليه الصلاة والسلام وجمع له الأدب في جملة قصيرة، كان يختصر الجمل، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، أفصح من نطق بالضاد، فجمع له الأدب في ثلاث جمل: يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك، يا غلام سم الله، كل بسم الله لتبدأ أكلك بسم الله. ولا بد من هذا الأدب عند لبس اللباس وشرب الشراب والطعام وعند الجماع وعند دخول البيت ودخول المسجد وعند الأمور المحمودة. سم الله وكل بيمينك، لا تأكل بيسارك إلا لعذر شرعي. اليمين، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. دين وصل إلى الإنسان إلى آداب الأكل وآداب الاستنجاء وآداب الاستجمار وآداب الطهارة وآداب كل جزئية من جزئيات الحياة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يرضى بدينه فلا أرضاه الله، ومن لم يكتفي بمنهجه فلا كفاه الله، ومن لم يستشفي برسالته فلا شافاه الله. يقول أحد علماء السلف: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعند النسائي والترمذي بسند فيه ضعف، يقول عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة. كان أنس طفل وكان ربما التفت، قال يا بني، وهذا تحبيب وهذا من أحسن الكلمات. أما رأيت لقمان عليه السلام يوم أوصى ابنه ماذا قال؟ قال يا بني، إنها كلمة تدخل الأنس، يا بني، وتستخدم لغير الابن من الصلب فيقال تحبيبا يا بني. وإبراهيم لما دعا أباه قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فكررها أربع مرات. إذا علم هذا إخوتي في الله، فكان عليه الصلاة والسلام يصل إلى تربية الطفل بأحسن سبب وبأقرب حبل وبأدنى عبارة. وكان له عليه الصلاة والسلام في جانب العقيدة مع الأطفال مواقف. يقول ابن عباس والحديث عند أحمد والترمذي: كنت ردف محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم يركب الحمار ويفتح الدنيا، نعم يركب الحمار ويصل بالقلوب إلى الله، نعم يركب الحمار وهو أعز من خلق الله. قال: فكنت ردفة فقال يا غلام، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات، اسمع إلى الكلمات النيرة، اسمع إلى الوصايا التي تشرى بالدماء أغلى من الذهب والفضة. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يكفي عن المحاضرة، هذا الحديث محاضرة، هذا الحديث أعظم وصية طرق الدنيا، شرحه ابن رجب شرحا ما سمع الناس بمثله،
وتواصى العلماء على النصيحة به لأبنائهم وأحبائهم وأصدقائهم. كان يعطيه صلى الله عليه وسلم يلقنه ويحقنه في قلب ابن عباس، فبقي ابن عباس موحدا حتى لقي الله. وصح عند البخاري والدارمي أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالصبيان فيسلم عليه، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وهذا من التواضع العظيم. المتكبر ما يسلم على الأطفال ولا يسلم على الناس، ينتظر من يسلم عليه. المتكبر أبخل الناس بالسلام، لكن العجيب يأتيه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، يريد العلو فيقول الله له اخسأ فلن تعدو قدرك. يحشر الناس المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، حديث صحيح. المتكبر بخيل، يعطيك رؤوس أصابعه في المصافحة، يبخل ببسمة على وجهه، يبخل بالسلام. وجوههم من سواد الكبر عابسة، كأنما أوردوا غصبا على النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار. ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا، أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من إتحاف نورهم، بذكرهم ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل، فأتاه ابن عباس يصلي معه، وقصة هذا الليل قصة بطيئة النجوم هادئة السحر، يعيشها ابن عباس ويرويها البخاري ومسلم، هي من أحسن الليالي في حياة ابن عباس. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة. خالته ميمونة هذه بنت الحارث، أخت أم الفضل أم ابن عباس خالته. فدخل بعد صلاة العشاء في بيتها، لأنه يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يأتيها في ليلتها، فنام في عرض الوسادة. لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إلا فراش قصير في بيت ضئيل، كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم. تبني الفضائل أبراجا مشيدة، نصب الخيام التي من أروع الخيم. فدخل وتناوم ابن عباس، هو ما نام لكن يريد أن يرى ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام من عبادة في الليل، كيف ذكره، كيف صلاته، كيف دعاؤه، لأنه عرف النهار ورآه في النهار فيريد أن يراه في الليل. لكن ما نام ابن عباس، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك. فدخل عليه الصلاة والسلام، ولفظ البخاري قال نام الغليم، قالت أم سلمة نام. قال أهل العلم: فيه دليل على أن من أخبر بظنه فليس بكاذب، فإنه ما نام، لكن رأته فظنت أنه نام فقال نام. هو يسمع الكلام، هو الذي يخبرنا ابن عباس، الذي يخبرنا بالحوار ابن عباس. قال فنام، فذكر صلى الله عليه وسلم ربه، ثم نام حتى سمعت غطيطة، ثم قام إلى الماء فقضى حاجته، فقربت له ماء، قال من وضع لي الماء؟ ثم قال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه من أحسن الليالي ولنا عودة، ولكن الشاهد فتوضأ ابن عباس وقام عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، والمأموم الواحد يقف على يمين الإمام في السنة، فأرسل عليه الصلاة والسلام يده في النافلة في الليل إلى أذن ابن عباس، أرسلها على الأذن لا على الكتف، ففرك إذنه. عند ابن حجر قال وفيه في الفتح كذا، قال وفيه أنه لا بأس بفرك الأذن للطفل للتعليم، لكن فرق على الكيف لا فيه إيذاء، لأن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، لا فرق يؤذي ولا ينزل الدم. ثم جعله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وابن عباس محفوظات في تلك الليلة حفظها من أول مرة، الدعاء العظيم اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، حفظه مرة واحدة، اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، اللهم أنت، اللهم اللهم أنت، اللهم إنك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنه لا أغفر الذنوب إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه ليلة ابن عباس وهي تربية خالدة. مر عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري، فوجد ابن عمر وهو شابا في السوق، فأخذ بكتفه من هنا وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية ما نسيها ابن عمر، بقيت تطن في رأسي حتى مات.
يعطونه الخلافة، فتذكر حديث كن في الدنيا كأنك غريب، يقدمون له الذهب والفضة، فتذكر حديث كن في الدنيا كأنك غريب، يسجد عند المقام ويبكي وهو في السجود ويقول اللهم إنك تعلم أني ما تركت الخلافة إلا من مخافتك يا رب العالمين، أو كما قيل. مر عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري وغير البخاري، فوجد الحسن يأكل من تمر الصدقة، صبر التمر تمر الصدقة الزكاة، وبنو هاشم ليست محرمة عليهم الصدقة، ما يأكلون لأنها أوساخ الناس وهم أطهار، قلوبهم طاهرة وبطونهم طاهرة. فمر الحسن ما يدري بالحكم، صغير طفل، فاقترب من التمر وأخذ تمرة يمضغها، فقال صلى الله عليه وسلم كخن كخن، أما تدري أن لا نأكل الصدقة؟ أما تدري أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وكخن كخن ضبطت خمس بخمسة ألفاظ، كخ كخ ضبطها المحدثون، وكخن كخن وكخن كخ على الوقوف، وكخ كخ وهذا من أضعفها، والأقوى أن يقول كخن كخن يقول اترك، وهذا لفظ تستخدمه العرب زجرا للطفل عن عمل شيء ما يراد أن يعمله. فأخرج التمرة وهي ممضوغة من فمه وأخرجه وقال أما تدري أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس، يريد أن ينشأ بطنه طاهرا، أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. رحمته بالأطفال عليه الصلاة والسلام، عاش مع الأطفال أبدا، مات ابنه إبراهيم وهو في سن الطفولة، عمره سنتان وأشهر وقيل أقل، فأخذه عليه الصلاة والسلام وهو أصبح جنازة بين يديه، وقال ودموعه تهراق عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ذكر ابن تيمية هذا المقطع وله كلام جميل، سئل ابن تيمية يقولون الفضيل بن عياض مات ابنه فضحك، والرسول عليه الصلاة والسلام مات ابنه فبكى، فكيف الأكمل، هل هو الضحك وقت موت الابن أو البكاء؟ قال ابن تيمية الحمد لله، ثم أتى بجواب ما سمع الناس بمثله، قال الفضيل بن عياض ما اتسع قلبه لوارد الرضا ولوارد الرحمة، فما استطاع إلا بالصبر والرضا فضحك، والرسول عليه الصلاة والسلام رضي وصبر ورحم فبكى رحمة ودمعت عيناه وحزن قلبه رحمة ورضي وسلم. وهذا جواب سديد يعرفه من يعرف كلام ابن تيمية، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. وفي الصحيح أن زينب بنته عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه أن يأتي إليها فإن ابنها في سكرات الموت، ابنها طفل وهي بنته، والرسول عليه الصلاة والسلام مشغول بوفد من وفود العرب، قال أبرغوها من السلام يعني لزينب، وقولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب. فأخبروها قالت والله لا يأتينا، يعني بنته تتقول عليه تقول وتفعل، والبنت لها شفاعة عند الوالد. فقام عليه الصلاة والسلام وقام معه جل الصحابة، فقدم له الطفل ونفسه تقعقع كان في سن، فأخذت دموعه تهراق عليه الصلاة والسلام، فيقول ابن عوف أو غيره ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أتى الأقرع بن حابس والحديث في البخاري ومسلم، فكان يقبل صلى الله عليه وسلم الأطفال، قال الأقرع بن حابس هذا صنديد من صناديد بني تميم، ما يعرف تقبيل الأطفال، يعرف السيف والناقة والحرب والقتال، قال تقبلون الأطفال عندكم؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال والله عندي عشرة أطفال ما قبلت واحدا منهم. كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شكرا لك، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما دام أن الله نزع الرحمة من قلبك فكيف ماذا أملك أنا؟ تقبيل الأطفال رحمة، وكان يفعله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو من قربه صلى الله عليه وسلم من القلوب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه قال إني لأدخل في صلاتي فأتجاوز فيها مما أسمع من بكاء الطفل خشية أن أشق على أمي، يدخل في الصلاة فيريد إطالة الصلاة فيسمع في الصفوف الأخيرة بكاء الطفل وأمه
تتمزق عليه أسفا ورحمة، فيتجوز في الصلاة رحمة بالطفل وبأمه عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم رفع الحسن والحسين قال: هذان ريحانتاي من الدنيا، اللهم حب من يحبهما، اللهم إنا نحب الحسن والحسين بحب محمد عليه الصلاة والسلام، نحبهم في الله حبا خالدا. يقول ابن تيمية في مقتل الحسن الحسين قال: ومقتله من أعظم المصائب على المسلمين، وعلى المسلم إذا تذكر تلك المصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يعرف حب الحسين إلا نحن، نحبه في الله لأنه من عباد الله ومن أولياء الله ولقرابته بالرسول عليه الصلاة والسلام. يوم قتل الحسين بعض قتلة الحسين يقول: الله أكبر الله أكبر، قتلنا الحسين. فيقول أحد الأولياء: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يكبرون والتهليل خرج من صدرك، يكبرون والتكبير من أتى من لسانك، يكبرون على قتلك من أعظم المصائب. هذا استطراد. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: صلى بنا صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قيل العصر وقيل الظهر، والواضح والظاهر أنها العصر، فحمل أمامة بنت زينب على كتفي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، كبر وحمله هنا. تصور المشهد، إمام البشرية يحمل طفله وهو يصلي بالناس صلاة الفريضة في المسجد. أي رحمة وأي عطف وأي يسر وأي سهولة. قال: فإذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها، إذا أراد أن يسجد وضعها، حديث في الصحيحين ليس فيه نظر. ثم إذا قال الله أكبر وأراد أن يثب أخذ الطفلة وردها، كانت أمها مشغولة وكانت الطفلة تبكي وأقيم للصلاة، فالطفلة في بكاء فأخذ عليه الصلاة والسلام رحمة وصلى بها فسكتت معه عليه الصلاة والسلام. يقولون: الشوكاني صلى بالناس في صنعاء، فلما سجد سقطت إمامته في المحراب، فقام فأخذ الإمامة وردها، فأنكر عليه الناس وقالوا: تحمل الإمامة وأنت في الصلاة؟ قال: حمل العمامة أخف من حمل أمامة. وقيل غيره: حمل العمامة أخف من حمل أمامة، فللإنسان يفعل ذلك ولا يقول فعلا خاصة، لأن الشافعي يقول: ضيعت السنة بالأفعال الخاصة، كل ما أتينا بحديث قالوا خاص به صلى الله عليه وسلم، كل ما أتى أثر قالوا خاص، حتى ذهبت الشريعة ما بقي إلا نتف من الشريعة قالوا: هذا للأمة وأما البقية فله عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بوارد. وأما العنصر الرابع فمن أحكام الأطفال أعرضها عرضا موجزا. من أحكام الأطفال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن كما في سنن أبي داود والحاكم والترمذي بأسانيد صحيحة أنه قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ما لم يأكل الغلام الطعام، فإذا أكل غسل من بول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الطفل قبل أن يأكل الطعام ينضح فقط، يرش بوله، ولكن الجاري يغسل غسله. الترمذي يتساءل في سننه عن هذا، قال: يقول الشافعي: لأن حواء خلقت من ضلع آدم فهي من لحم ودم، وأما الطفل فهو من تراب لأن أصل أبيه من تراب، وهذه نقول للشافعي هذه كالوردة تشم ولا تعك، لأنه ليس بمعصوم وما تلقاها من وحي، لكن قالها بنظر فرحمه الله وغفر الله له، وهو لا يتوقف عليها حكم شرعي ولا عملي اعتقادي. فنسمعكم هذه، ومن أراد أن يعود إليها فليعود إليها في باب الطهارة في سنن الترمذي. على كل حال، فإذا أكل الطفل الطعام غسل غسلا من بوله وبول الجارية، أما الجارية قبل أن تأكل الطعام وبعد أن تأكل الطعام فيغسل غسلا. ومر معنا في الحديث الصحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وذكرت في ذلك كلاما. من أحكام الطفل إمامة الصبي، متى يكون الطفل صبي إماما، متى تصح إمامته؟ في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة أما قومه وعمره 7 سنوات، بل في البخاري يقينا وعمره 6 سنوات، لكن أطفالهم كانوا كبار، عقولهم كبيرة. بعض الأطفال يبلغ 20 وهو طفل سفيه، ويبلغ 30 وهو سفيه، ويبلغ 40 ولا عقل له، يعني مستهتر بدين الله عز وجل وبشرائع الله، وليس العمر بالعقل، ليس العمر بالسن، لكنه بالعقل والفهم عن الله عز وجل.
دخل الناس يبايعون عمر بن عبد العزيز وفيهم طفل صغير، فسلم وأراد أن يتكلم، قال عمر بن عبد العزيز: دونك يا طفل، من هو فيه من هو أكبر منك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن كان في المسلمين من هو أولى منك بالخلافة. هل رأيت ردا أحسن من هذا؟ يقول: أنت عمرك 38، عمر بن عبد العزيز يوم تولى الخلافة عمره 38 وكسر، في المسلمين من عمره 120 سنة وما تولى الخلافة. قال: لو كان بالسن كنا زحزحناك عن الخلافة ووضعنا من هو أكبر منك. قال عمر: تعلم، فليس المرء يولد عالما ويولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، إلى آخر ما قال. المرء لا يولد عالما. قال البخاري في الصحيح: وإنما العلم بالتعلم، وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكبر. هذا في باب العلم، وهذا يرد على ديكارت وكنت الكلاب، يقولون سن المراهقة وسن الحفظ وسن ما يصلح للتعليم حتى ضيعوا علينا التعليم. نقول الإنسان تعلم، قال: أنا في 40 ما أتعلم لأن سن الحفظ ذهب مني. أبو بكر تعلم وهو شيخ، وعمر تعلم وهو في شيخوخة وفي كبر، وأصبح علماء الدنيا. متى يجاهد ومتى يحمل السلاح؟ بين أهل العلم خلاف، ولكن الإمام أحمد يقول: أرى في 15 للحديث الصحيح في الصحيحين، قال ابن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، وعرضت عليه يوم الخندق وقيل يوم الأحزاب وهو هو وأنا عمري 15 سنة فأجازني. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.